الإسلام والعلم موضوع ورشة علمية من تنظيم الرابطة المحمدية للعلماء. هذا اللقاء شارك فيه مفكرون وعلماء مرموقين إلى جانب باحثين وطلبة بدافع اكتشاف مناهج البحث العلمي المعاصر في العلم والدين. سعد ريما والعرب المهيري. هي ندوة علمية تتناول نقاش ثقافي وأكاديمي ثري حول العلاقة بين الدين الإسلامي والعلم الحديث. اللقاء يأتي كاستمرارية لمجموعة من الندوات التي أقيمت في أماكن مختلفة من العالم وتهدف إلى إيجاد حلول مشتركة تجمع بين الإسلام والعلم. اليوم العلم في حد ذاته لا يمكن أن يجيب عن كثير من الأسئلة لا تجيب عنها إلا الأديان. إزاء هذه الحاجة لا بد أن يكون هناك تواصل بين مختلف الثقافات العلمية والثقافات الدينية لإيجاد حلول لما تعانيه البشرية من مشاكل. فعالية الورشة التكوينية تعمل على إقحام عدة باحثين أجانب ومسلمين للإسهام في مجال الدين والمعرفة وإثراء النقاش من خلال تبادل الخبرات والمعلومات. هذا اللقاء يعطي بعض الأفكار جديدة فيما يخص الخصوصية التربية ديال في الوقت ديال الفلسفة العلوم في بلادنا، لأن هذا الميدان هذا غايب تماما وبطبيعة الحال كيبقى هذا واحد النقص كبير في التفكير. ونتمنى بأن هذه الرابطة غادي تتعامل مع هذه المجموعة. هذه الندوة الدينية والعلمية تعتبر فرصة فريدة للطلاب والباحثين لاستكشاف مجال البحث العلمي المعاصر من خلال المحاضرات والمناقشات التي تجري بين مفكرين مرموقين عالميا في موضوع علاقة الإسلام بالعلم.